السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بألف خير ان شاء الله. كيفكم حبايبي؟ شكرا لكم، شكرا 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 على الكلام الجميل اللي كتخليو لي. التعاليق ديالكم ربي يسعدكم ويفرحكم ويعطي لكل واحد ما كيتمنى على دوك التعاليق اللي كتخليو لي، وكيف انكم كتهتموا بالقناه ديالي وانكم كتخليو هذه القناه تنجح. بغيتكم ان شاء الله تكونوا انتم دائما ناجحين. حبيبي اليوم غادي نمشيو لمارساي، غادي نصور لكم غير الجديد اللي غادي نلقاه زايد، لان صورت لكم جوج فيديوهات قبل وراكم شفتوهم. الناس اللي مازال ما شافوهمش رجعوا في القناه في الاول، غادي تلقاو ان شاء الله بحول الله غادي تلقاو الفيديوهات فيهم كل شيء. ولا لقيت شي حاجه جديده غنزيدها لكم هذا النهار. المهم غنديكم معايا هذا النهار فين ما مشيت، غنوريكم كل شيء بالتفصيل ونشوفوا الفرق ديال مارساي من الايام اللي كانت زوينه وجميله والايام ديال دابا اللي فيها راكم عارفين مع الحجر ومع كل شيء. يا رب يا رب تكون شي حاجه زوينه ان شاء الله بحول الله فيما مشيت. غنديكم معايا وغنوريكم غير الجديد ان شاء الله بحول الله. راكم عارفين غادي لمارساي لان كنمشيو تما على حسب القنصليه ديال المغرب عندنا تماك، واختي محتاجه شي ورقات غادي تصورهم تما ورافقتها، وكيف كتشوفوا هي دخلت القنصليه هنا وانا اختكم بقيت كندور بعدا كنتلف الوقت على ما تخرج، لان مع كورونا ممنوع يدخل شي واحد من غير اللي غادي يصوب الوريقات. المهم هي كتصور الورقات ديالها وانا خرجت ناخذ لكم لقطات من هنا ومن هنا، تشوفوا كيف دايره الاجواء ديال مارساي في هذا الوقت هذا ان شاء الله بحول الله. كيف كتشوفوا الاجواء فيها الاشغال بزاف، مارساي مرونه يا البنات، مرونه ديال الصح، وان شاء الله من بعد هذوك الاشغال غادي تكون زوينه ان شاء الله بحول الله. ومع يكون هذا الوباء مشى ونمشي ندير لكم عاوتاني شي فيديوهات تما كمطرطقين. كيف كتشوفوا هذا الشارع الكبير عندهم في مارساي اللي دايرين فيه المترو، هو يعني شارع غزال، ولكن حسيت انا هذه المره كاين الاكتئاب في مارساي ما فهمتش علاش. كيف كتشوفوا هما مشاو للقنصليه وانا دست نفطر الفطور ضروري. كيف كتشوفوا خديت انا واحد لاطاخ ديال اللوز مع كاس ديال القهوه وضربت طويره نشوف المحلات. كيف كتشوفوا كاينين البنات هاد لي جوغينغ، ولكن للاسف ولدي ما كيعجبوش هاد الموديلات هادو، هادو ما نعجبوني زوينين بصراحه زوينين يعني. وكا كان لقيت عنده شي حاجه ديال خاصه بالنساء وكا كان خديتها، ولكن للاسف لقيت غير ديال الاولاد. وفيهم معانا حاضرين لي جوكينغ ديال الجزائر، وتحيه للناس الجزائر العزاز، الجزائر دائما حاضره. كيف كتشوفوا هذا هو اللي كاين جديد يعني بالنسبه للناس اللي غادي يمشيو لمارساي. شنو نقول لكم، الاثمنه طالعه البنات، ماشي بحال شحال هذيك كانت الاثمنه انها ناقصه. مارساي مطلعه الاثمنه هذا الوقت هذا ما عرفتش علاش، واش على حسب الكونفينمون ولا على حسب هذا الشيء هذا. والله يدير شي تصويبات الخير وصافي. كيف كتشوفوا الساحه ديال مارساي اللي كانت هنا، الناس كتكون كتحط ديك الحوايج في الارض كيتباعوا، كتكون ديك السويقه بحال السويقه البلاد ما كايناش البنات، مع انه كان شويه الجو، ولكن الحلويات الجزائريه والمغربيه والتونسيه دائما حاضره. اختكم منها دائما تهي تابعه الحلويات، كتعرفوا اختكم مضروبه على الحلويات والذهب، الذهب البنات 18 كاره طالع 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 طالع، يعني العيالات غنسكروا دابا ما نهضروا على الذهب لا والو، خليونا غير مع الماكله والسكر. كيف كتشوفوا كوماندينا الماكله، ولكن ممنوع تاكلوا في الريستورات الداخل، يعني اضطرينا اننا ناكلوا على برا. انا خديت هذا الساندويتش ديال الكفته ديال ادانا البنات، وكله تركيا غزاله، يعني الكفته ومشويه على الفحم روعه. هذا لقيتو دخل شي بياسات جداد، يعني هو اللي قالها لي، قال لي تقدري تصوري البنات كاين الجديد. عاد جابهم شي، جابو من المغرب شي، جابو من دبي. فرانشمان البنات بصراحه روعه، عنده حويجات زوينين بخصوص العبايات البنات، وهذوك بخصوص العبايات هكا ديال الحضره ولا شي حاجه، ولكن كيحمقوا انا حمقوني، عجبتني هاد البوردو هادي وعجبتني وحده في البيض روعه، ولكن ملي لبستهم جاوني بحال عراض بزاف، بخصوص واحد البيضه عجبتني ولكن عريضه، يعني جاوني الكتاف طايحين بزاف، خصها شي وحده اللي تكون تبارك الله تكون عامره. مي قال ان شاء الله غيجيب لي جديد. كيف كتشوفوا البنات اللي باغي بحال هكا الافراح ولا شي حاجه، الله يجيب لنا الافراح يا ربي يا ربي يا ربي، ونعيشوا ان شاء الله الافراح ونرجعوا كيف ما كنا شحال هادي. كيف معروف انه مارشي سولي البنات، معروف انه فيه الناس كيخيطوا المغاربه والجزائر والتوانسه، خياطه الطوب عندهم، هذه اللي عجبتني البنات،
ولكن للأسف ما قيستها، ما لقيتش راسي فيها، ما عجبتنيش. يعني ما عجبتنيش لان خاصة وحدة تكون عامرة عندها الكتاف، ومهم تكون معمرة هذيك الكسوة، ولكن انا لا. هذه البنت اللي عجبتني هذه، ولكن راه قالها لي، قال لي هذه المرة ما غادي يمشي، غادي يجيب شي حاجة على حساب الناس اللي يكونوا شوية ضعاف ما يكونوش غلط. قلت له خويا خاصنا هذا المحل البنات، دخلت له حماقيت، راه عاد جديد في مارسي البنات، روعه طب. راه البنات متقابل مع الدخله ديال مارشي سولي، يعني خرجوا من مارشي سولي اون فاس، تلقى وحده كدير الحنه، كتنقش الحنه في الباب اون فاس ليها البنات. شنو نقول لكم، روعه. كل ما كتخيلوا انه غادي تقلبوا عليه غتلقاو الاروع تماك، لا من الديكورات لا من المرايات لا من اي حاجه. المهم البنات، الحماق اللي كيحمق العيالات تماك. انا بدا من النوع اللي كان حماق على هاد الاذواق هكذايا، ولا تريات ولا اي حاجه البنات. يعني المرايات ما تقدريش تدخلي هاد المحل هادو وتقولي ما بقيتش المرايه اللي تعجبني، مستحيل. المشكل هو انك غتبقاي تالفه كتقولي هاد المرايه لا غناخذ هادي، لا غناخذ هادي، لا غناخذ هادي. حماقه البنات. ما شاء الله محل روعه، والناس اللي فيه روعه ما شاء الله عليهم. يعني تهما قلتها لهم، قلت لهم واش نقدر انني نصور لنا عجبوني، قال لك مرحبا بك تفضلي تصوري، ولكن الوقت ما كانش عندي بزاف. يعني صورت درت دوره خفيفه، وان شاء الله يمكن من واحد الشهر ان شاء الله غادي نرجع تماكن المارسي، ندخل وغادي نولي نصور كل شيء بالاتمينه وبالتفصيل. قلتها له، قلت له غنجيب الوقت نجي نبدا بهذا المحل هو الاول، لان انا جيت لهذا المحل حتى المرحله الاخيره باش كنا غادي نمشيو، كان فات الفوت. شوف البنات عشاق الديكورات والطبيلات وداكشي التاويل، البنات روعة الحماق والله. انا بعدا لا اله الا الله محمد رسول الله، دخلت هنا اختكم تبلانطات. انتما كيف كتشوفوا البنات الطبيلات، عرفتي شي بدوك لي ناب ديالهم بلي نابخون صغار، زعما البنات شنو لكم روعة. يعني وعد مني ان شاء الله ملي نرجع هاد المره غادي ندير لكم الاثمنه، يعني غنصور لكم ولكن غندير لكم الاثمنه ان شاء الله، باش هكذا تاخذوا فكره حتى على الثمن. وكيدير الثمن، يعني انا قلتها له، قلت له بحال دابا هكذا الا بغيت ناخذ، زعما كاينه بحال دابا ناخذ بزاف الحوايج، يعني تريه مرايه شي حاجه ديكور كلشي خصك دير لي الثمن. قال لي مرحبا ندير معاك الثمن، اختار غير شنو بغيتي وندير معاك الثمن. الناس زعما ما شاء الله عليهم، انا بدا كيعجبوني الناس. يعني سبحان الله العظيم كتدخلي لشي محل يعني تقدري انك تشري منه غير بالطريقه باش كيهضروا معاك الناس اللي كيبيعوا، كيخليوك انك صافي كتقولي الطيبه ديالهم وكيفاش كيهضروا معاك، نشري شي حاجه ولو تكون بسيطه من عندهم. زعما كان البنات روعه روعه. كيف كتشوفوا البنات انتوما كل شيء غزال. للاسف ما كانش عندي الوقت الكافي البنات والله. يعني البنات اللي بغاو بحال دابا هكذا يخرجوا من داك الروتين ديال اكسو، لان شفت انا الناس ولات الاكثر يعطيها الاكسو، والطال اللي كتدخلي كتحط لك الاواني ديال الاكسو ولا المرايات ديال الاكسو ولا. يعني خاصنا نغيروا شويه، يعني ما فيها باس ندخلوا شي حاجه جديده. وانا من النوع اللي كنبغي نشري الحاجه ماشي نشوفها عند شي واحد ونشريها، لا خاصني نلقاها انا جديده ونشريها. انتما البنات المرايات اللي بغاهم هكا راهم جاهزين بالبورات ديالهم كل شيء، قال لك يعني كيديروهم وكيديروا اللي فريزون البنات. يعني بحال دابا شريتي من عندهم شي حاجه يقدروا انه يوصلوها لك حتى لعندك، غير تكون ما تكونش بعيده بحال حنا بالنسبه لينا. حنا ملي قلتها له قال لي للاسف بعيده. التريات كيركبوهم البنات الا كنتو قراب، هما كيجيو عندك للدار، هما كيديروا لك الانستالاسيون الحاجه ولا المرايات ولا اي حاجه. قال لي كنركبوا الحاجه كنجيبوها حتى للدار وكنركبوها. هانتوما البنات هادو روعه، كاين الكبار كاين الصغار، الصوينيات داكشي ديال الكاطو، كي عنده الاواني. كيف كتشوفوا البنات التريات اشكال وانواع ديال الصالونات ديال البيوت ديال الكولوارات، يعني قلت
لكم ما تتخيلوش شي حاجه تقولوا اننا غندخل ما غنوقعش، مستحيل. هذه البنات عجبتني، هذه كدير 79 أورو، ولكن غزاله على البنات. البلاطويات يعني جميع الاشكال البنات، لا بغيتو شي حاجه روعه. مع كانوا الناس ما كنت كنحاول البنات انني ما نشدهمش لي مكي المرايات، وراك عارفه ما بغيتش اني نشد حتى شي واحد لي مكان المحل تبارك الله فيه الناس، وما بغيتش باش نشدهم. وهكذا البنات كانت الجوله خفيفه خفيفه خفيفه. والبنات اللي ما شافوش الفيديوهات القدام شوفوهم، راه هذاك الشيء مازال هو حتى حاجه ما تغيرت، لا الملابس الهنود ولا ديال المغرب ولا ديال الجزائر ولا ديال تونس. داك الشيء باش ما بغيتش نعمر لكم الفيديو، انني ندير لكم فيه شي حوايج اللي هما نفس الفيديو اللي فات. هذاك الشيء علاش صورت لكم غير هذا الشيء. كده حبيبي غنكون وصلنا لاخر الفيديو، شكرا لكم حبيبي على حسن المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.